بسم الله الرحمن الرحيم. لأن في هذا الدرك العصيب الذي سمر به بلادنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا الكرب عنا وأن يذهب هذا البلاء، لأنه في إطار استمراره البيداغوجية بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، حيث أنه منذ الإعلان عن تعليق التكوين بين كبر فريق العمل على إحداث المنصة الإلكترونية فورماسيون. هذه المنصة نسعى من خلالها إلى مواصلة التكوين عن بعد لكافة الأطر التي تتابع تكوينها بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، سواء أطر الإدارة التربوية أو أطر الأكاديمية. إذن يعني بالنسبة لنا يعني التكوين كأنه لم يتوقف، بحيث أننا سوف نواصل المجزوءات التي انطلقت خلال هذه الفترة الثانية. إذن بالنسبة للمنصة فهي شكلت أو حيث يتيح هذا التتبع لكل تخصص، بحيث أن يعني الهندسة ديالها فهي اعتمدت على، بحيث ان هناك ثلاث مداخل، هناك مدخل للاداره التربويه، هناك مدخل لتكوين اطر هيئه التدريس، ثم هناك مدخل لتكوين المستمع. اذا بالنسبه ناخذ كمثال بالنسبه للتكوين ديال الاطر الاكاديميه، فهناك يعني بالنسبه للتعليم الابتدائي فاحنا عملنا على تقسيم هذه المنصه الى ثلاث فروع، يعني بحيث ان هناك الملحقه بأكادير، ثم فرع تاودانت، فرع تيزنيت، وفرع طاطا، بحيث ان يمكن للمكونين والساده المكونين انهم تتبع ديال الاطر الاكاديميه بشكل فرداني او بشكل يعني يتيح استمراريه التكوين وخصوصيته بالنسبه لكل فرع على حده. هذا من جانب، كما ان هذه المنصه هي سوف تتيح تكوين اللي هو تفاعلي بشكل اللي هو كبير جدا، سواء يعني في نفس اللحظه او يعني كما تنقولوا بالفرنسيه سانكرون او بيان اسانكرون. اذا نفس الشيء بالنسبه تم اعتماده بالنسبه للمسلك الثانوي، بحيث انه خصص حيز في المسطحة لكل تخصص على حدة، بحيث ان الاطر ديال هيئه التكوين فهي تقوم بوضع الموارد الرقميه الخاصه بكل تخصص في المجال المخصص له. اذا بهذه المناسبه هذه لا يمكنني ان اشكر فريق العمل الذي سهر على يعني انجاز هذا العمل جبار بشكل اللي هو متسارع جدا. اذا كما تنقولوا باللغه الفيزيائيين، كانت هذا ربما كانت ظرف اللي هو عاصف، ولكن فهو ادى الى واحد انتاج واحد الطاقه او اخراج واحد الطاقه اللي هي كامنه، لان في ظرف اسبوع واحد احنا استطعنا بفضل هذا الفريق هذا اننا نوصلوا لهذا المنتوج اللي هو منتوج في الحقيقه مهم جدا. وعندي رسالة نوجهها كذلك للأطر المكونة بالمركز. إذن فهذا التكوين هذا فاحنا يعني تنهدفوا من خلاله بأنها غادي تكون هذه الاستمرارية البيداغوجية، بحيث أنه مباشرة بعد إن شاء الله ما تنفرش الأمور، أننا سوف نواصل التكوين من النقطة التي وصلنا إليها. إذن بالتالي فما عليهم إلا أنهم يتواصلوا بشكل كبير مع السادة المكونين، وكذلك أن التواصل في حالة وجود أي أعطاء تقنية أو شيء من هذا القبيل، فهناك يعني بريد إلكتروني إنادغاس إلكترونيك اللي هي تتمكن أننا سوف نجيب على كل التساؤلات ديالهم في حينه. فهناك فريق اللي هو مجند لهذه الخدمة هذه، اللي تنوجه مجددا الشكر الجزيل.